تمتد حديقة التجارب النباتية المتواجدة بمدينة الرباط على مساحة إجمالية قدرها 17 هكتارا وتضم أزيد من 650 نوعا من النباتات. هذه الحديقة خضعت لعملية إعادة تهيئة واسعة وفتحت أبوابها في وجه العموم بعدما دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس هذا اليوم. كانوا عندي الدراري الصغار كنت نجيبهم هنا حتى يلعبوا، وشحال هذه ملي تسدات ما بقينا جينا والولاد كذبوا حنا خدمنا عاوتاني. هاد الحديقة غادي تكون واحد الرمز بالنسبة لمدينة الرباط وبالنسبة حنا كنمثلوا مدينة الرباط، حنا فرحانين بالزيارة ديال سيدنا لهذ الحديقة. ونطمح أن يكون احترام هذا الفضاء كما كان يعني من قبل احترامه من طرف الجمهور، لأن هذه ماشي حديقة ديال البلدية أو حديقة ديال العمالة، هذه حديقة علمية يعني يتم كتكون زيارة ديالها من أجل إغنائها ومن أجل الاطلاع والتكوين والدور البيداغوجي والتربوي داخل هذا الفضاء. عملية إعادة تأهيل الحديقة شملت تهيئة أكثر من 27 مربعا موضوعاتيا وتحديث نظام الري وتأهيل دار موريسكية، كما تم استقدام أنواع نباتية جديدة مهددة بالانقراض وذات أهمية اقتصادية داخل الحديقة، كما تم تخصيص فضاء يعرف أيضا بتاريخ الحدائق الأندلسية. نبين من خلال هذا الفضاء لسكنة الرباط وللسياح أيضا أن الحدائق الأندلسية هي رمز للتعايش بين الثقافات، بل هي انبعاث جديد لعلم النباتات وفضاء للتأمل والروحانيات. جمالية الرباط تتمثل في خضرارها، في هذه الحدائق المتنوعة اللي كتفوت واحد 15 حديقة، تيتم تتويج هذا العقد الفريد بهذه الحديقة النموذجية اللي هي تعتبر إرث للمدينة وإرث للمغرب، وجب المحافظة عليه من طرف الساكنة. منذ إنشائها سنة 1914 على يد السلطان مولاي عبد الحفيظ، شكلت حديقة التجارب النباتية مختبرا يحتضن الأبحاث العلمية في علم النباتات، وهي اليوم تعد فضاء إيكولوجيا وعلميا أكثر منه فضاء معدا للنزهة. المدن اليوم تضم أكثر من نصف سكان العالم وتقوم على جزء كبير من اليابسة على الكرة الأرضية، بل المشكلة الأكبر من كل ذلك أن المدن تعتبر المتسبب في تسريب الكثير من الملوثات في البيئة الطبيعية. تعاني المدن نفسها من التلوث بسبب ارتفاع مستوى الغازات المضرة كغاز ثاني أكسيد الكربون والازدحام الكبير والضوضاء وإلقاء النفايات. ما يؤثر على الإنسان صحيا ونفسيا واجتماعيا، لهذا كثيرا ما نجد المدن في أدبيات وأفكار الأدباء المفكرين مصدر الشرور ومكان الانحراف الأخلاقي والاغتراب النفسي والصراع على متطلبات الحياة. وقد دعي الكثير من المفكرين في اختصاصات شتى إلى إعادة المدينة إلى الطبيعة أو خلق طبيعة في المدينة حتى يجد الإنسان ملاذه الآمن وراحته النفسية والعقلية والصحية والاجتماعية. كما تساهم هذه الطبيعة في التقليل من آثار الملوثات البيئية في المدينة. المكونات الطبيعية المساحات الخضراء فقد أصبح الاهتمام بها يأخذ عناية خاصة في مخططات المدن، إنشاء مدارات حولها
والاهتمام بالأشجار على أرصفتها وأمام مبانيها وإنشاء المنتزهات والحدائق العامة. ولأهميتها البيئية والجمالية أصبح الاهتمام بها فن من الفنون تتجسد في اللوحات الفنية الراقية التي تعطي لهذه المساحات الخضراء من خلال تنسيق وتشكيل أشجارها، حيث أصبحت من أهم المجالات العامة التي يستعملها سكان المدينة للهروب من مشاكل الحياة اليومية النفسية والاجتماعية والصحية من خلال ما توفر هذه البيئة الطبيعية. وذلك ما تحرص عليه مدينة الرباط، المدينة الخضراء، على إظهار موقفها الصديق للبيئة، حيث وجدت الطبيعة منزلا في قلب المدينة. تلتزم العاصمة المغربية بالاستدامة البيئية وتوفر للمقيمين والسائحين حوالي 239 هكتار من المساحات الخضراء للاستمتاع بالطبيعة والثقافة. قصبة الوداية وحديقتها الأندلسية ومقبرة شالة والحزام الأخضر وغابة ابن سينا وحدائق الاختبار هي تعبير مثالي عن هذه الروح، بالإضافة إلى حديقة حيوان الرباط. حيث تعيش الحيوانات في استجمام مخلص لموطنها الطبيعة. حديقة التجارب النباتية التي بدورها تتواجد في قلب مدينة الرباط وبالضبط في شارع النصر سوف تسحرك بجمالها. تمتد على مساحة 17 هكتارا، كما تتوفر على كنوز حيوية ذات قيمة استثنائية. نشئت في عام 1914 على يد السلطان عبد الحفيظ، هي أيضا مدرجة ضمن التراث التاريخي الوطني خلال 1992، والتي صنفها اليونسكو خلال 2012 ضمن التراث العالمي للإنسانية. هناك أكثر من 650 نوعا من نباتات الزينة والفاكهة من أصول مختلفة، محلية استوائية، شبه استوائية وصحراوية. يحتوي المشتل لوحده على تنوع جيني كبير يتكون من 27 عائلة مقسمة إلى 44 نوعا. تنقسم المجموعات إلى مربعات موضوعاتية. تحتوي الحديقة على برنامج بحث علمي حول استغلال النباتات ذات المنشأ الاستوائي. أيضا منزل مغاربي بعمارة عربية أندلسية مع متحفها الدائم الذي يبرز أهمية الماء والضوء. تعتبر هذه الحديقة بدورها الاقتصادي بمثابة مقدمة لتطور زراعة الأشجار المثمرة المغربية. لا سيما المنشأ الاستوائي، كما تساهم من خلال الثروة الزهرية التي تتميز بها في إثراء الموارد الوراثية النباتية الوطنية والعالمية. هذا بالإضافة لدورها في الحفاظ على الأصناف النباتية الرئيسية للمعهد الوطني للبحث الزراعي. تعد الحديقة النباتية في الرباط مركزا للتربية البيئية
ومكانا مثاليا لتعزيز التراث البيئي الوطني ومركزا للموارد البيولوجية للبحث العلمي. تساهم الحديقة من خلال انفتاحها على عامة الناس في تعزيز التربية على المواطنة واحترام الطبيعة وتنمية السياحة البيئية